يا سيف طمني الاخبار. تمام، كنا ماشي زي الفل لحد دلوقتي. المخزن دي امان؟ اصلي المخزن قديم وخرج بره الجرد ما حدش بيستعمله. بس ايه، ما تقلقنيش الحكايه دي، لو اتهرشت الرجاله دي هتروح في سنين الدهيه. وانا بصراحه اقول لك ايه، الدهيه بتاعتهم ايه؟ خصم نكله من مرتب كل واحد فيهم عندنا يا سيدي. ماشي يا حسن، خلص وكلمني. ها طمني على طول ان شاء الله. يا دكتور، على فكره انا لسه كنت بكتب في الروايه بتاعت حضرتك. حضرتك جايب لي تعديلات؟ انا دي واحده بس وهبقى معاك. لا مفيش تعديلات، انا خلاص مش عايز اكمل. هو الاستاذ هشام فين؟ استنى، مش هكمل ازاي يعني؟ مش فاهم. مش عايز اكمل فين الاستاذ هشام؟ انا عايز احاسبه على الورق ده وخلاص. على فكره التردد اللي انت فيه ده ما ينفعش. التردد ده يليق على الابطال بتوع الروايات اللي انت بتكتبها، لكن ما يلقش ابدا على اديب يعني. انت بتقري ادب؟ بكتب ادب وبكتب فلسفه وبكتب اقتصاد وبكتب حاجات كتيره قوي. بس على فكره روايتك حلوه قوي بجد، كل ما اقعد اشتغل فيها بحس ان انا عايشه جواها. بجد ارجوك، حرام عليك، حرام عليك ما تكملهاش. انا مش عايز اكمل عشان انا حاسس اني فاشل. حاسس انك فاشل ازاي بس؟ هي الرواية نزلت أصلاً عشان تعرف إذا كنت فاشل ولا ناجح؟ إحساسي. إحساسك ده غلط صدقني. ارجع أنت كده بس للإحساس الأولاني اللي أنت بدأت بيه الرواية. خسارة عليك، خسارة ما تضيعوش صدقني. اسمع مني. مساء الخير. إزيك يا دكتور علي؟ أهلاً يا أستاذ. خير في حاجة ولا إيه؟ لا مفيش حاجة، بس في شوية تعديلات. هجيبها بكرة. كونك انك انت تشتكي لمامتك دي حاجة، وانك تشتكي للزفت اللي اسمه عادل ده شيء مش لطيف، مش لذيذ، ما بحبوش. ياه، هو ده اللي ضايقك قوي؟ اني فضفضت مع عادل بكلمتين؟ فضفضتي؟ اه فضفضت حبيبي قلبي، بعد الموقف السخيف اللي انت عملته معايا. ايه؟ كان عندي شغل، المفروض ان انا اسيب شغلي واقعد جنبك؟ وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول عندك شغل، عملت ايه يعني انا عشان ده كله؟ هقول لك يا حبيبه قلبي انت عملت ايه؟ قلت لك تاخدي معاكي واحده صاحبتك، مش تاخدي الزفت اللي اسمه عادل. انت بتتكلم على مين؟ عادل صاحبنا اللي احنا متربيين معاه؟ بتكلم عن عادل صاحبنا اللي احنا متربيين معاه، عادل الزفت. لا انا ماليش دعوه بمشاكلك انت وعادل. انت فاكر نفسك ايه؟ ربنا هتتحكم في الكون كله؟ وبعدين ايه القرف ده؟ ده مش كلامي كنور. كلام مين بقى؟ دولا؟ لا كلامي يا اكرم. بس الجديد بقى ان انت ما سمعتوش قبل كده. انا مش جاريه ولا حته اكسسوار تيجي تشوفها وقت ما تحب. حرام عليك يا اخي، انا بقيت بكره نفسي عشان بحبك للدرجه دي؟ ده من ضعفي ناحيتك انك هترجع تلاقيني؟ ارجوك ما تقللش مني اكتر من كده. عارف ليه؟ عشان هصدقك واسامحك، وانا مش عايز اسامحك.
ما تقللش مني أكتر من كده.